لا يذكر نصر أكتوبر في تاريخ مصر الحديث إلا وهو مقرون بأسماء رجال عظام تحملوا مسؤولية العبور بمصر من ظلمات الهزيمة ومرارتها إلى إشراقات النصر وآماله. رجال صنعوا بوافر جهدهم وصدق عطائهم نصرا كريما عزيزا يبرز أصالة شعب مصر ويعكس بجلاء قدرات قوتها المسلحة في تحدي المخاطر والصعاب وصنع المعجزات. ومن هؤلاء الرجال المشير محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة. ولد المشير محمد عبد الغني الجمصي في 9 من سبتمبر عام 1921 بقرية البتانون بمحافظة المنوفية في أسرة ريفية كبيرة متوسطة الحال ولكنها ثرية في عاطر سيرتها وطيب سمعتها. تلقى تعليمه الأول بمدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم وتحقق حلمه بالانضمام لصفوف الكلية الحربية عام 1938 وهو في 17 من عمره. تخرج المشير الجمصي في الكلية الحربية في نوفمبر عام 1939 في دفعة استثنائية لم تكمل دراستها بالكلية نظراً لنشوب الحرب العالمية الثانية. التحق وهو برتبة الملازم ثاني بسلاح الفرسان الذي سمي فيما بعد بسلاح المدرعات، حيث عمل كضابط استطلاع بالآلاي الأول ثم عمل كضابط مخابرات بإدارة الحدود عام 1941، ثم عاد إلى سلاح الفرسان ليعمل بقيادته الفترة من عام 1945 وحتى عام 48. سافر بعدها في بعثة إلى الولايات المتحدة ليحصل على دورة مباحث البوليس الحربي، وعاد من البعثة ليعين في منصب أركان حرب إدارة البوليس الحربي عام 1949، ثم التحق بدورة كلية القادة والأركان عام 1951 ليتخرج منها متفوقا كعادته في الدورات التعليمية، وليعود بعدها مرة أخرى إلى سلاح الحدود ليعين مساعدا لمدير مخابراتها عام 1952. ومن أشهر زملائه ورفاق جيله صلاح سالم وأخيه جمال سالم وخالد محي الدين أعضاء مجلس قيادة ثورة 23 من يوليو عام 1952. ثم شغل العديد من الوظائف التكتيكية حتى تولى قيادة الآلاي 5 استطلاع عام 1955، وفي عام 1959 تولى قيادة اللواء 2 المدرع. أفيد في بعثة للاتحاد السوفيتي عام 1960 ليحصل على دورة أكاديمية فرونز للعلوم الاستراتيجية، ويعود منها ليعين قائدا لمدرسة المدرعات عام 1961 وهو برتبة العميد. وفي عام 1965 رقي إلى رتبة اللواء وعين مديرا لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالإنابة، ومنها انتقل ليعمل رئيسا لشعبة عمليات القوات البرية عام 1966. ثم حصل على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، ونتيجة لتميزه في مجال العمليات اختير للعمل بهيئة عمليات القوات المسلحة في منتصف عام 1967. وفي يوليو عام 1968 التحق بإدارة المخابرات الحربية ليؤسس فرع الاستطلاع، وظل يعمل بها نائبا لمدير الإدارة ثم مدرسا بمدرسة المخابرات الحربية متخصصا في مجال المعلومات عن إسرائيل، مما أكسبه خبرات كبيرة انعكست على كفاءته في تقدير موقف العدو الإسرائيلي. وفي عام 1970 عين قائدا لمجموعة عمليات الجبهة السورية،
ثم اختير ليعمل رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة في 16 من يناير عام 1972، وليشرف منذ ذلك الحين على وضع أدق التفاصيل لحرب أكتوبر. ويقول المشير أحمد إسماعيل في كتاب الرجال والمعركة: لقد شاركني اللواء الجمصي في التخطيط للحرب والبحث والمناقشة الجادة حتى وصلنا إلى الخطط السليمة التي فاجأنا بها العدو والعالم أجمع. كما كان للمشير الجمصي دورا بارزا وحازما في مرحلة إدارة الحرب، حيث كان يمثل محورا رئيسيا في كافة القرارات التي اتخذت لتطوير العمليات على كلا الجبهتين المصرية والسورية. ولقد أولته القيادة العليا رئاسة الوفد العسكري في مباحثات الكيلو 101 نظرا لإلمامه التام بأوضاع القوات على الجانبين عند توقف القتال بناء على قرارات مجلس الأمن يومي 22 و24 من أكتوبر، ثم التفاوض حول ترتيبات الفصل بين القوات. وقام بالتوقيع ممثلا عن مصر في مباحثات الفصل بين القوات والتي تم التوصل إليها تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد كرم في نهاية الحرب لدوره الرائع في نصر أكتوبر بمنحه وسام نجمة الشرف العسكرية، لتضاف إلى العديد من الأوسمة والأنواط وشهادات التقدير التي حصل عليها من مصر وبعض الدول العربية والأجنبية. وفي 12 من ديسمبر عام 1973 اختير ليكون رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة مع ترقيه إلى رتبة الفريق. وكان للمشير الجمصي دور رائع في استعادة الكفاءة القتالية في القوات بعد الحرب، استنادا على الدروس المستفادة من العمليات الحربية. وفي نفس العام رقي إلى رتبة الفريق أول، ثم عين وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة. واستمر الفريق أول الجمصي يشغل منصب وزير الحربية بكل كفاءة واقتدار، وشهد مع الرئيس السادات حفل إعادة فتح قناة السويس للملاحة البحرية في 25 من يونيو عام 1975. وفي أكتوبر عام 1978 انتهت خدمته بالقوات المسلحة، ليعينه الرئيس السادات مستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية. وفي عام 1980 كرمه الرئيس السادات بمنحه رتبة المشير تقديرا لأعماله الجليلة في خدمة وطنه وقواته المسلحة. يكفي أن أقول أن كفاءة الاحتراف في التخطيط والأداء الذي تمت بها عملية العبور لم يكن ممكنا لأي جيش آخر في العالم أن يفعل ما هو أفضل منه. وظل المشير الجمصي يواصل عطاءه في العمل العام حتى ثقل عليه المرض وأقعده، وفي 7 من يونيو عام 2003 رحل مهندس حرب أكتوبر عن عالمنا بعد حياة حافلة بالعطاء، زاخرة بالعلم والجد في العمل والقدرة الفائقة على تحمل المسؤوليات الجسام وقوة العزم والإصرار في تحقيق كل ما يوكل إليه من مهام. وودعته مصر والقوات المسلحة بما يليق بقدره وقيمة عطائه، وبما يعبر عن التقدير والوفاء لكل من يبذل الجهد والعرق والدم في سبيل أداء الواجب. رحم الله المشير محمد عبد الغني الجمصي، مهندس حرب أكتوبر المجيدة ورمزاً من رموز العسكرية المصرية، وسنظل نذكره بالحب والوفاء كنموذج مشرف للبذل والعطاء من أجل رفعة مصرنا الغالية وعزة قواتها المسلحة.